بس اول سؤال، سؤال مهم جدا وكان بيجي على ذهن ناس كتير، فعايز اساله لك. اول حاجه، شور. انت عندك اكتر من 10 منصات على السوشيال ميديا، كلهم مهمين جدا، بيعملوا دعايه وبيعملوا حاجات كتير وتفاصيل كتير، بس في ناس بتقول ايه يا جماعه، ليه كل ده؟ ليه مش منصه واحده نحط عليها كل حاجه وخلاص؟ هو في ايه؟ صح. فاشرحي لي ايه سبب ان انت قررتوا، او ان انتوا مش لوحدك، هندخل في ده برضو، صح، بس انتوا قررتوا يبقى في منصات كتير بدل منصه واحده يبقى عليها كل المحتوى. طب عشان نرد على السؤال ده لازم نبتدي من الاول. فهنشوف احنا طبعا اكتر منصه معروفه عندنا هي كايروسين، وهي اكبر واحده. احنا اسسنا كايروسين ليه؟ كايروسين ده كان حلم ليا. زي ما قلتي، انا طول عمري كنت بكتب، وكنت رئيسه تحرير مجله معروفه قوي بالانجلش بالانجليزي في مصر، وكان نفسي ان اخلق حاجه، ان بجد انا اتربيت في انجلترا، مش عاوزه اقول سني، بس يعني قبل الانترنت بكتير وقبل السوشيال ميديا باكتر. بس يا ايمي انا كمان، يا ايمي خلاص فوتيها، عدي الحته دي. فطبعا احنا طبعا انا كنت متربيه ان طبعا اكون فخوره قوي بمصر، وفخوره قوي ببلدي وبتراثي وتاريخي. بس طبعا اما الواحد يكون صغير، الواحد مش عاوز يصدق اهله قوي، ماشي. ايوه، احنا عاصرين عندنا الاهرامات وعندنا السفنكس وعندنا الفراعنه وعندنا وعندنا وعندنا، بس دي مش حاجه قريبه مني دلوقتي. فانا انا ما كانش، او كان عندي يعني، كنت فقدت حكايات عن مصر تخليني فخورة، أو أي تخليني أكون أفهم أنا ممكن أكون إيه ولا ممكن أكون مين. كنت دايما بقطع صور من المجلات. أيوة. وطبعا إيه المجلات؟ فوج، كوزمو، أياميها حاجة اسمها جاست 17. أيوة. والبنات والفاشن شوتس، بس البنات مش شكلها زيي، والتجربة بتاعتهم مش زيي، ولا ثقافتي ولا تربيتي. طيب فين الناس اللي ممكن يوروني انا ممكن اوصل لايه؟ وفي الاخر احنا كمجتمع او كهيومنز او الانسان بيعرف هو ممكن يكون ايه في حياته من الحكايات اللي بتتقال له. صح. وانا فانا كان حلمي، اما انا اول ما جيت مصر اكتشفت، يعني انا كنت باجي مصر كتير وانا صغيره، وجيت قررت كده اجي بعد ما اتخرج، اللي هو انا عاوز ارجع بلدي وهشوف بلد وارجع وطني، بس كنت فاكره ان هقعد هنا مده سنه مثلا. اكتشفت مصر انا ما كنتش اعرفها. اكتشفت شباب لما تعيشي فيها حاجه ثانيه غير لما تيجي اجازه وترجع. انا كنت طبعًا باجي بنروح لجدتي بناكل محشي وملوخيه وخلاص. ونروح. وطبعا مقفولين علينا عشان احنا اطفال. فاكتشفت كميه الشباب اللي بيعملوا حاجات المفروض نكون فخوره فيها في كل في الفاشن وفي السينما وفي في 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 البيزنس، وفي يعني مجالات كتير، وفي مجالات كتيره، وفي الفن. الحكايات دي بره ما كانتش بتوصل لي. فدي كانت حلمي. كايروسين ده كان الحلم، ان انا اوري كل الحاجات دي في حته واحده. والحمد لله يعني الموضوع كبر، والموضوع يعني الاقي ناس من بره بيقولوا لي انت حببتيني في مصر، انا ما كنتش عارفه ان مصر فيها الحاجات دي، ودي اكتر حاجه بجد بكون مبسوطه بينها. طبعا ايه اللي بيحصل؟ مصر برضو تطورت قوي في اخر 20 سنه. طبعا يعني احنا ابتدينا كايروسين في 2012، فممكن مثلا في اليوم نكتب على حاجة في الفن وحاجة في السينما وحاجة في الفاشن وحاجة في كذا، والموضوع خلص خلاص. غطينا كل حاجة ممكن نغطيها. بس الأمور تطورت، ولقينا في ناس كتيرة وحاجات كتيرة بتحصل في المجالات التانية. لقينا إن في احتياج إن نخلق منصات للناس اللي هم بجد انترستد في الحاجه دي معينه، عشان ما نزهقش الناس اللي هم عاوزين الملخص. ايوه فاهمه قصدك. فكايروسين بقت الحاجه اللي هي بتجيب الحاجات الكبيره بس، او اهم حاجات. وبعدين انا مثلا نفسي، انا ليا قوي في الـ في الـ في الانتيريور ديزاين او في الاركتكتشر، هروح لسين هوم. انا ليا في الفاشن، احنا وي جاست لسه وي لونشت سين ستايلد. انا ليا في المزيكا، سين نويز بقت اكبر مجله اونلاين مزيكا في الشرق الاوسط كله. فهو دي كانت الفكرة. وطبعا لما بنعمل كده بنكسب فلوس اكتر كمان.